انا شرف لي ان اجي نادي الاهلي، نادي العريق، النادي الكبير اللي هو احد الاهرامات الكبيره بتاعت الرياضه في مصر، والسمعه على مستوى العرب وافريقيا والعالم. شرف لي ان ابقى موجود هنا، وشرف لي ان انا اقدم كل الخدمات اللي طبقا للصلاحيات بتاعتنا وطبقا للواجبات اللي علينا. احنا شفنا طبعا اللائحه، احنا رجعناها مع بعض. اما الوفد بتاع النادي الاهلي كان موجود عندنا من كام يوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وقلنا كل راينا فيه، وبعتنا الحاجات دي في جدول مقارن امبارح، ايه الحاجات اللي هم كانوا طالبينها واحنا راينا فيها، وليه الراي ده حطيناه، يعني التثبيت بتاع الراي بتاعنا. وطبعا هم كل الحاجات اللي احنا تواصلنا معهم بيها كلها اتحلت، ما فيش عندنا اي مشاكل ولا اي خلاف. احنا وضحنا وجهة نظرنا، والناس كده بكل صدر رحب قبلوا التوضيحات بتاعتنا، واحنا شفنا ارائهم، وفي حاجات من كتير من الاراء اللي كانوا قايلينها سليمه برضه. فاحنا توصلنا كلنا، لان كل الحاجات المعروضه انتهت وخلصت. طبعا يعني النادي الاهلي مثال للديمقراطيه ومبدا استقلاليه الرياضه اللي احنا كلنا بننادي بيه، واللي اللجنه الاولمبيه بتنادي بيه. سالوا جميع الاتجاهات اللي بتاعت نادي الاهلي، فين جميع الافرع، جميع المقرات، زي طبعا مش عايز يعني استعمل المصطلحات المظبوطه عشان بتزعل ساعه ناس، وخدوا رايهم كلهم، خدوا راي الناس الكبيره والناس القديمه واللاعبين وكل حاجه. فدي ان شاء الله هتطلع لائحه متكامله، لها راي الجميع موجود فيها، الراي القانوني موجود فيها، الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه طبقا للدستور في مادته 84 ملتزمه بيها. يعني هتطلع لائحه نموذجيه ان شاء الله كده هتدرس. واحنا دايما في النادي الاهلي خدنا من النادي الاهلي دايما ازاي نتعلم اللي جاي ونتعلم اللي راح، ونلتزم بالتقاليد المحترمه وكل حاجه. ربنا يديم كده اللي يديم المكان ده كده بالعلو ده، ودايما يبقى احسن كده، ونشوف منه الابطال في كل المجالات. والله لغايه النهارده هو في مقر واحد، لسه النقاشات دي شغاله. انما ده انا بتكلم على الحالي، يعني اللي موجود حالي. ان شاء الله ده اللي واضح. الجمعيه العموميه لها الحق في كل حاجه تقول اللي هي عايزاه، وتعتمد بما لا يتعارض لا مع القانون العام ولا مع قانون الرياضه ولا مع المواثيق والمعايير الدوليه ولا مع اللائحه الماليه الخاصه بالرياضه اللي هي طالعه من وزاره الشباب والرياضه. فاذا احنا التزمنا بالاربع اتجاهات دي، ان شاء الله اللائحه هتطلع كامله متكامله، وتخدم الرياضه وتخدم الجميع عما يبص لها ويحذو نفس الحذو ده. هنقدر نعمل لوائح كويسه جدا. وكان دايما بيتقال ان يا جماعه لسه حته النضوج اللي موجود عند الجمعيات العموميه، عشان هي اللي تحكم نفسها واللي هي تطلع لوائح والكلام ده. فالمثال اللي احنا شفناه النهارده في نادي الاهلي كسر المقوله دي، ان لسه مصر مش لسه الانديه مش ناضجه، ولسه الجمعيات العموميه مش على المستوى اللي تقدر تاخد قرار تسير بيه اعمال النادي. اظن دي اللائحه دي احسن كتير من اللوائح اللي كانت موجوده، اللي كانت طالعه من وزارات قبل كده، ومن مجلس قومي للرياضه وغيره، لان هي عارفه اللائحه دي قد ايه الاحتياجات الموجوده في النادي، ايه طبع النادي، ايه المستقبل القريب والمستقبل البعيد اللي النادي بيخطط له. وبناء على كده يتعمل لائحه، وبعد مده ما تختلف في التطبيق تتعمل حاجه جديده. وده الاساس وروح الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه. حضرتك لغايه دلوقتي احنا بنبتعد عن الموضوع ده، لان احنا بنطلق اللائحه قبل العرض على الجمعيه العموميه. فالوضع اللي حضرتك بتقول عليه ده مش هيحصل خالص، لان احنا قلنا كل الموجود عندنا. المجلس الاداره الواعي بتاع النادي الاهلي طرح الموضوع ده عشان يبقى كل حاجه جايه من بدري، كل حاجه تعدل قبل ما ترفض. وده الوعي بتاع الناس، الاداره السليمه والاداره المحترفه في اللي كانت بصفه عامه او في الرياضه زي ما بيعملها النادي الاهلي.